فن الكاريكاتير الحقيقة من الفنون الرائعة، من اللي بتؤثر في العملية التعبيرية عن قضايا المجتمع، عن حال الإنسان، عن حال المجتمعات على مستوى العالم. تعالوا النهاردة معنا الفنانة أسماء عليا، تكلمنا أكتر عن هذا الفن وقد إيه فعلا ممكن يفيد في إيجاد حلول كمان لقضايا مجتمعية من خلال المبالغة أو من خلال هذا الفن اللي يطلق عليه فن ساخر. أسماء طبعا مرحب بك يا حبيبتي. أنا مثلا بحبك. إحنا سعداء لما بنلاقي كمان بنات زيكم كده ونقول ونساء عموما لما بيخترقوا هذا المجال، اصل ده يعني فن راقي جدا وعايز نقول ايه يعني مزاج عالي علشان اقدر اقدم بخطوطي وكمان شخصياتي هذا الكاريكاتير اللي بنقول عليه كاريكاتير طبعا من خلال هذا المصطلح الايطالي. ماذا عن اهميته؟ ده حقيقي فن الكاريكاتير فن مهم جدا. هو ممكن يختزل مقالات ويختزل يعني صفحات من المقالات بصوره بسيطه ورسمة صغيرة بتعبر عن مقال كامل. يعني هو ممكن نقدر نقول عليه إنه هو سهل الممتنع، وكمان هو فن النقد اللاذع ببساطة وبأسلوب سلس. فن الكاريكاتير ميزته إنه بيوصل لكل الناس، يقدر يتذوقه أي حد مهما كانت خلفيته الثقافية، لأن هو بيعتمد على النقد اللاذع وبيعتمد على حس السخرية. وإحنا شعب زي ما بيقولوا دايما إن إحنا شعب ابن نكتة. أيوة فدايما وشعب لماح. أيوة. فدايما بنحب إن إحنا نلقطها على الطاير زي ما بيقولوا. فمنين ما يكون في كاريكاتير أو حاجة حتى لو ما فيهوش شكل مباشر أو بشكل لفظي، بس لأ الشعب المصري على طول بيلقط هو متجه لايه، رايح فين كذا. فبيكمن فن الكاريكاتير بيكمن اهميته، بتكمن اهميته في ان هو فن شعبي، فن لكل طبقات المجتمع. وفي نفس الوقت بيحمل رساله عميقه جدا جدا، حتى الشخص الامي يقدر ان هو يتفاعل معاه. عشان كده بنقول ان فن الكاريكاتير بالتحديد الحقيقه بنحس ان هو اسرع فن، لان بالنظره فقط على الشكل الشخصيه اللي انت بترسميها او بنعرف الحال وبنعرف الوضع، حتى زي ما انت قلتي لو انسان امي. عشان كده بنقول من اسرع الفنون الوصول للفكر الحقيقي لاي مستوى من المستويات الثقافيه هو فن الكاريكاتير. كاريكير كاراكيكو يعني او كاريكو، هذه المصطلحات التي خرجت بكلمه كاريكاتير، وهي كمان قصه المبالغه. ايه قصه المبالغه اللي ممكن بالفعل في رسم الشخصيه، في النص، في الكتابه، وبالتالي كمان هذا او هذه المبالغه هي اللي بتقرب لنا هذه الشخصيات وهذه الحالات؟ دي حقيقه فعلا، هو فن المبالغه، لان ممكن نتناول مثلا شخصيه تاريخيه او شخصيه اجتماعيه موجوده في الحياه بشكل كاريكاتيري، ممكن المنظر او الشكل لما تشوفيه مبالغ جدا فيه بس تعرفي الشخصيه. نجاح الكاريكاتير بيكمن في كده، انا وصلت لك ان الشخصيه دي مثلا ليها سمات معينه في البورتريه، في شكله او في وضعيه جسمه او في طريقه حركته او كذا، فده كله انا بحطه في الكاريكاتير، فبيديكي ايه ده الشخص الفلاني. انا عرفته مثلا، عرفته من نظارته، عرفته من تقسيم وشه، من جبهته، من شعره، من مع ان ممكن يكون فيتشر واحد او ملمح تلاقيه هو ده اللي اتضخم قوي او هو ده اللي بارز، فبالتالي بتاتي هذه السخريه. لكن برضه عايز اعرف المشاهدين ان بدايه هذه السخريه اتت من اخوان كراتشي، واخوان كراتشي هم كانوا بيرسموا اصحابهم بطريقه ساخره او مضحكه، ودي كانت البدايه. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا كانت البدايه منهم. ويعتبر فن البورتريه الكاريكاتيري من الفنون المهمه، في ناس بس ما بتشتغلش غير فن بورتريه كاريكاتيري ومشهورين، يعني ناس مشهوره في العالم، وهو فن في الاكثر مشهور بالنسبه لل زي مثلا ايوه زي اللي احنا شايفينه دلوقتي الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف. كنت رسمها فن كاريكاتير، بورتري كاريكاتيري، هي وشها ناعم قوي بس عندها مناخير حادة وشعرها دايما كانت بتعمله على ورق، فأنا عملت مبالغة في ده.
بس اللي يشوفها هي فيرجينيا بس بشكل كاريكاتيري. انت محتفظه بالملامح لكن قصه المبالغه في بعض الحاجات اللي هي مميزه بيها. بالزبط. كنت عايزه تقولي ايه بالرسمه دي؟ بالزبط. عن هذه الشخصيه. الشخصيه دي انا بحب الكاتبه وبحب اقرا لها، وكنت اتاثرت بكتاب ليها كان اسمه غرفه تخص المرء وحده. فيعني انفعلت معاها وكده فحبيتها، فحبيت ان انا اعبر عنها بالرسمه دي. طب تعالي نشوف الفيسبوك عمل ايه. الفيسبوك الاطفال عمل ايه بالرسمه دي. انا طبعا بيهمني جدا حاجات الاطفال لان انا كمان برسم كتب اطفال. فدايما بشوف اولاد اصدقائي واولاد العيله وكده فيسبوك. حاليا طبعا دي حنفيه ما بتتقفلش بقى، مش حنفيه مفتوحه بس ازاي ننظم اللي نازل منها ده؟ ما هي دي بقى المشكله الاساسيه. تنظيم اللي نازل منها ما حدش عارف ازاي ينظمه بالظبط. يعني فانا في الكاريكاتير ده عملته كانه هو يعني كانه بتاعه بنزين. ما بتنتهيش ما بتنتهيش، ترومبه شغاله بس المهم انها تتنظم. قولي لي كمان الصوره دي. ده كان كاريكاتير بسرعه، كان خلينا بدي. طيب ده كان كاريكاتير عن اسكندريه، كان في الشتاء في موجه البرد، وكان وقتها الميه جت وكده. فعملت زوجين بيقضوا شهر العسل. أيوة. ان هم خلاص فينيسيا جت لعند حد عندهم. ده فهمي نظمي رسمي زي ما بيقولوا بالظبط. فعملتيها بشكل برضو كوميدي. تعالي نشوف صوره ثانيه عشان نقدر نعلق. ايوه اللي جايه دي اللي جت. دي طبعا كان وقت العيد. وكان هنا الخروف، يعني عمال بيكلم واحد اخواني هم مشهورين بالكلمه، فبيقول له صدقني يعني مش هتفرق كتير، يعني انت هتاخد الشهاده وانا هنفد بجلدي بس خلاص. على فكره الحاجات الصغيره ديت ومع المناسبات بتفرق كتير جدا يا اسماء. على فكره يعني مثلا انت بتقولي الفيسبوك عامله زي الترومبه بتاعه البنزين، عايزه تتنظم اكتر من كده. انت بتبعتي رساله وبتقولي خلي بالكم من الحاجات اللي اولادكم بيستخدموها، ازاي نقدر احنا ننظمها من غير ما تقولي. الرساله خلاص بتوصل من خلال كمان القضايا المجتمعيه. اهم قضيه حسيتي انك فعلا ساهمتي بايجاد حل من خلال رسمه مثلا، كانت ايه اخر حاجه؟ والله كان في معرض عن المراه. وانا انفعلت قوي طبعا معرض عن المراه وكده. تحيز بقى وبتاع. فرسمت عن المراه نظره المجتمع ليها، ازاي ان هي رغم نظره المجتمع ورغم العمل وضغوط الحياه والحياه الصعبه اصلا، ان هي بتاخد ولادها وبتحتفظ بيهم وبتدعمهم، وانها واقفه زي تمثال الحريه يعني. أيوة. رفع ايدها فوق تمثال نهضه مصر بالظبط. يعني دول ولادي وانا رغم كل التحديات انا طبعا مستمره. دي رساله لوحدها بالظبط، وده بيعبر كتير قوي عن السيدات في مصر. اكيد اسماء علي طبعا انا كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، نفسنا المره الجايه اجيب لنا رسومات اكتر ان شاء الله. رسومات بقى دي ضحك علينا المره دي. عايزين حاجات اكتر من كده عشان نقدر كمان نقرب للساده المشاهدين قد ايه ممكن يكون فن الكاريكاتير فعلا طريق او سبيل للثقافه التوعويه، وحتى كمان ايجاد حلول لمشاكل خاصه جدا ممكن تكون جوه بيتنا جوه نفسنا دون ان ندري. اسماء انا بتمنى لك التوفيق. سعيده جدا كنت معنا النهارده، بنصبح عليكي بكل الامل يا رب ان شاء الله والسعاده. نهارك سعيد. جدا مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، كانت معايا اسماء علي وختمنا بالفن الجميل والفن الراقي. وبناتنا الحمد لله رب العالمين عندهم ذوق راقي جدا جدا، حتى كمان في البحث عن ايجاد للحلول لمجتمعاتنا، ودي البنت المصريه الحقيقيه. مشاهدينا انتهت حلقتنا زي ما قلت، لكن بكره ان شاء الله معنا فريق جديد من صبح عليك على شاشه القناه الثانيه التلفزيون المصري. لكم تحياتي والى اللقاء.